مساء الفل، مساء السعادة، يا رب نكون كلنا بخير. النهاردة هعمل أكلة بقى بيحبوها الأجانب والمصريين، وخاصة الأجانب على فكرة بيعشقوا الملوخية في مصر. ده عن ثقة على فكرة، إن أنا أعرف ناس أجانب بيعشقوا حاجة اسمها ملوخية، الملوخية المصري اللي هي بطشة اللي هي بتاعتنا. مش الأنواع الملوخية، على فكرة الملوخية دي منها يعني مش عايزة أقول مليون نوع، بس هي فعلا بتتعمل بأشكال وبأنواع كتير جدا، اللبناني غير التونسي غير المغربي غير الجزائري غير المصري، بس المصري زي ما بيقولوا المصري يكسب ويوكل. النهارده معايا مكونات بسيطه وسهله جدا، ملوخيه ناشفه صعيدي اسواني، تمام؟ انا باكد ان دي اسواني صعيدي عشان مفيش حد يعمل نوع ملوخيه تانية ويقول لي لا دي ما طلعتش حلوه. معلش، الملوخيه الاسواني مميزه وهي اللي تكسب بغض النظر. انا اكلت ملوخيه ناشفه في اماكن كتير جدا. تعالي انت رايحه فين؟ هنا الطبق ده نسيناه، مش حلو زي الملوخيه الناشفه الصعيدي، تمام؟ اللي هي بتاعت اسوان، الاقصر، هنا الصعيد عامه، تمام؟ هنا عندي معلقه صلصه، دي طماطم عاديه من اللي انا عادي بتصلصيها العاديه، ممكن البديل بتاعها معلقه صلصه اللي هي المطبوخه اللي هي بتاعت بره. هنا معلقه دهن، دي مش سمنه على فكره، دي دهن انا مسيحاه. ممكن ناس تقول لي بديل الدهن، بديل الدهن ان شاء الله تحطيها نيه، التوم دي براحتك، عايز تعمليها بطشه، عايز تعمليها نيه، تحطي معلقه زيت، تحطي معلقه سمنه، تحطي معلقه زبده، ده اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. وهنا عندي الشوربه بتاعتي انا غالياها، ومش هقول لكم مقدار الشوربه لاني هقول لكم معلومه عن مقدار الشوربه ده، يعني انا النهارده عاملاها للناس المبتدئه خالص، لبناتنا الحلوين اللي بيدخلوا المطبخ لاول مره وعايزين يعملوا الملوخيه وتطلع منهم حلوه جدا، فانا هقول لكم من غير مقادير هنبتدي نعملها، قصدي من غير، يعني اقصد من غير مقادير على الشوربه ولا الملوخيه، تمام؟ هقول لكم بالظبط هنعمل ايه. قلت لكم تاني بقى الشوربه بتاعتي بتغلي، اي كميه شوربه بقى، تحطي مج، تحطي اتنين، تحطي تلاتة، زي ما انت عايزة، اللي انت عايزة تحطيه حطيه. على فكرة الملوخية الناشفة انا بقول لك بالظبط اعملي الخطوات اللي انا بقول لك عليها، في الملوخية الخضراء ما تعمليش الخطوات اللي انا بقول لك عليها، لان الطريقة دي طريقة الملوخية الناشفة، انا بأكد يا جماعة دي طريقة الملوخية الناشفة مش الخضرة، الخضرة ان شاء الله هنعملها في فيديو اخر مختلفة في الخطوات عن دي خالص، تمام؟ دي الملوخية الناشفة الصعيدي، وده الطلب مني وده للناس المبتدئة خالص، حبايبنا الحلوين العرايس الجداد، تمام؟ ادي اهم حاجه الشوربه بتاعتي بتغلي اللي هي نفس الكميه، اهم حاجه تكوني متاكده من الملح، ماشي؟ عشان احنا دقين التوم عندنا بالملح. على فكره في اول الفيديو الطبق بتاع التوم اصلا نسيناه على جنب كده، وبعد كده جبته برده ما ذكرتوش، بس احنا عندنا توم طبعا. بصي بقى، ادي الملوخيه، ادي المعلقه بتاعتي، ادي الحله اللي فيها الشوربه، تعملي ايه؟ ادي واحد، تعملي ايه؟ بصي وتقلبي، هنوطي شويه، ادي الثانيه وتقلبي. بصي بقى مفيش اسهل من كده، التالت، ماشي؟ وهنشوف ايه بقى السمك. انا حطيت ادي معلقه اتنين تلاته، السمك بتاعها خفيف، نحط الرابعه، تمام؟ انا عامه بحبها تقيله شويه، عندي جوزي بيحبها خفيفه، بحبها خفيفه جدا كمان، ودي بالنسبه لي كده خفيفه جدا. نحط الخمس، ولا مش عارفه السته اللي احنا يعني ايه بالعدد كده، نحط كل معلقه ونقلب. خدي بالك الملوخيه الناشفه كمان بعد دقيقه كده بتتقل، متهيألي كده تمام. نحط معلقه كمان، احنا نعد المعالق ونقلب، مش هيفرق بقى 7 معالق 8 معالق 10 معالق، مش هتفرق. بصوا انا عايزه السم كده، انت عايزه تقلي زودي، عايزه تقللي براحتك السمك اللي انت عايزاه. طبعا مش هنغلي الملوخيه كتير، اهم حاجه ما نغطيهاش يا جماعه، هنشيلها بس. احنا عايزين فوطه، الفوطه راحت فين؟ الفوطه راحت فين؟ احنا عايزين فوطتين عشان نمسك من الناحيتين عشان هتبقى سخنه، عشان نحط هنشيلها خالص من على النار، تمام؟ نجيب معلقه الدهن بتاعتنا الحلوه دي، نعلي النار كده، اوكي تمام كده اهو. احنا قلنا طبعا دي دهن عادي بقى، دهن ضاني، دهن جاموسي، اللي انت عايزاه، صحيح حلو جدا. اهم حاجه، اهم حاجه لازم معلقه الكزبره الناشفه، وهوريكم ان شاء الله في فيديو اخر الويكا الصعيدي. احنا عملنا قبل كده الباميه المفروكه اللي هي الخضراء، احنا هنعمل الويكا بقى. في ناس بتغلط بين الويكا وبين المفروكه، الويكا دي اللي هي البودره الصعيدي،
هنعملها برضو لانها حاجه كده صعيدي كده جامده جدا، جامده جامده يعني. تومه، التومه دي بقى زي ما انت عايز، تحطش راس تحطش اتنين اهو. تكون مجهزه معلقه الكزبره عشان تحمر شويه كده، ونقوم نازلين بالكزبره. مش عايزه اقول لكم الدهن مع الثوم بقى بيعمل ايه، ريحه فظيعه على فكره. الدهن اصح من السمنه النباتي، وعلى فكره حتى لو متسيح، انا ممكن الناس تقولي لا وهو مش متسيح، لا وهو متسيح برضو مفيد للجسم عن الزيوت والدهون التانية. ما بيبقاش اصح طبعا زي القطع الصحيح. في ناس بتقطعه كده مكعبات وتحطه في الفريزر وتاخد منه، انا بسيحه عشان بستسهل بصراحه، بس هو برضو ليه قيمة ومش مضر زي الدهون التانية. تمام. انا عايزة بقى، مشكلة عندي في المكان، تمام مفيش مشكلة. اهم حاجة الملوخية بتاعتي ما تتغطش. نجاح الملوخية عشان ما تسقطش منك، في ناس بتقول بتسقط، اعمليها بنفس الخطوات اللي بقولك عليها دي، مش هتسقط غير كده، ما تغطهاش لا الخضرة ولا النشفة. بصوا طبعا انك تحمريها دي زي ما انت عايزة، انا بحبها غمقة شوية. هنعمل ايه بقى، هنعمل ايه، هنجهز معلقه كزبره الناشفه. بصوا تقريبا يعني هنحط بالغطا كده اهو معلقه حلوه. بصوا ونقلب. واو 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 والله تحفه. يلا تعالوا اتغدوا معانا. بصوا قلبي حلو عشان ما تتحرقش. على فكره الملوخيه الناشفه هي اللي بتحط عليها معلقه الصلصه، الخضره لا، سيبيها طبعا لغايه ما تنشف خالص. دي بس بتاخد دقيقتين كده على النار عشان خاطر دي الطماطم، لكن الصلصه الثانيه الجاهزه بتبقى ماسكه قوي وبتبقى متسبكه حلوه قوي، فبتعمليها على طول ثواني وبتقفليها، بتسيبيها كده لحظات. عايزه اقول لكم الريحه واو. طبعا الصعايده فاهمين انا عايزه اقول ايه دلوقتي. عايزه عيش شمسي صح؟ في ناس طبعا في مواجهه بحري عارفين العيش الشمسي وجربوه قبل كده. سيبيها تنشف ونحطها على الملوخيه بتاعتنا، وكده خلاص الاكله بتاعتنا خلصت. على فكره انا بعمل ملوخيه يا جماعه، انا عامله فيديو قبل ده دلوقتي، عامله فراخ بصوص، هناكل الفراخ والملوخيه اللي هي بصوص وجنبها عيش وحته مخلل من المخلل بتاعنا. انا بحب اعمل المخلل في البيت ما تعرفش اشتريه. انا خلاص كده خلصت. بصوا نركن دي على جنب، هنطفي النار، نجيب الملوخيه بتاعتنا وهتنزلي. بصوا نجيب معلقه كده نعمل كده. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى الريحه والطعم عامل ازاي. الملوخيه بتاعتي كده خلصت، ملوخيه ناشفه صعيدي. دلوقتي انا عايزه عيش شمسي بقى، ينفع؟ كنت عاملاه من فتره فيديو معاكم بس حاليا دلوقتي مش عندي. بس هوريكم، بس عايزه هوريكم السمك بتاعها. بصوا بقى المغرف، بصوا والله العظيم زي الخضرة بالظبط واحلى اهو. شايفين الجمال؟ خرابي اهو، والله تشرب كده من غير اي عيش ولا اكيد انتوا عايزين دلوقتي. ها بصوا الملوخيه حتى لو انت شبعانه بالجوع لما بتشوفيها صح بتشم ريحتها كده. الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.